الله الله على الأرض. وكل ضلالة في النار. أنا أظن أننا في الجلسة الماضية وفي مناقشة موضوع بساطة الوجود وبداهته كنا قد وصلنا على الأقل ربما زدنا على هذا إلى 98 حطينا ذلك إلى 99 أو 100 إلى 100 وفيها هو يتكلم عن أن الذي قال بأنه إذا اعترفنا بأنه مركب وأنه مكون من عناصر وأجزاء فهل يا ترى الوجود عند تجمع هذه الأجزاء يكون وصفا لها بعد أو أثناء تجمع أو قبله؟ ده تساؤل مرة يعني الصفحة 98 في آخر سطر 98. ثم هو رد على ذلك بردود منها إن هذا الكلام مبني على أن النوع مركب من جنس وفصل طبعا وأن لكل من الجنس والفصل وجودا مستقلا هما متصفان بالوجود وعندما يتركبان يتكون منهما ما يرب النوع أو حتى ما هو أقل من النوع وهو الصيف فإنه ياتي الإشكال إياه يعني وهو اتصاف الجزء بوصف الكل وفيه واضح؟ لكن هذا الكلام وهو أسبقية العناصر في الوجود فيها كلام وذلك في الحقيقة بالرغم من نحن مررنا به لكن لم نبينه بالقدر الكافي فسنعود إليه الآن معايا بقى في المسألة اللي احنا نتكلم فيها حتى لو كنت وحدة اللي هو اللي تفهم وإذا فهمت يبقى حاجة عظيمة أقول لك بتشع إذا انباح فهم في الفؤاد وأشرقت سرائره في الليل صبح مؤكد وأدي لك القصيدة كلها إن شاء الله من قصيدة العودة إلى الأزهر العبد الفقير إذا انباح فهم هو مذاكر بالليل في الفؤاد وأشرقت سرائره في الليل صبح مؤكد بس يا سيدي فإذا المسألة هي هل يجوز أن يتركب النوع من جنس وفصل وأن يكون لكل منهما وجود يعني خارج الأزهار لأن عندهما وجود بالتأكيد في الأزهار ومعنى ذلك أن يتصف الجزء بوصف الكل فكأنه لم يكتسب من التركب شيئا جديدا وهذا فيه ما فيه ماشي فالجواب ان المسألة دي فيها خلاف بين المناطق والفلاسفة
ومش عارف انت قريت منطق كويس ولا باختصار اللي بناخد الدار العلوم داري شوية. لو كانوا في دار العلوم للأسف الشديد يدرسون نقد المنطق ولا يدرسون المنطق لسنين، وهذا فيه ما فيه. على أي حال أنا بندرس شوية من المنطق القديم، وبعدين بندرس شوية من نقد المنطق شرقا وغربا، ثم من أجل البحث الحديث. كان الغزالي يقول: ما لا أعرفه كيف أنكره، ما لا أفهمه كيف أنكره. من ده؟ الغزالي. الله أكبر. فالمسألة دي مبنية على في شيء في خلاف حول مسألة الكل. الكل يجوز، والكلي والجزئي كما تعلم في فرق. كل من العناصر، أما الكلي فهو مفهوم. فهو الكلي له وجود، في الأزل لا وجود في الأزل، والكل بهذا المعنى أحد المفاهيم اللي بنسميها الأمور العامة، لأن كل الأمور العامة من قبل الكليات، بل هي أعم من الكليات، ومنها ما يسمى بالمقولات، مقولات أرسطو العشرة أو التسعة، في جوهر، وبعدين في أعراب، الكم والكيف والأين والمتى، ماشي؟ كل دي كليات. لكن الخلاف في الكليات على النحو الآتي، ويوجد في بعض كتب المنطق ورد الخبيث، لو ورد واحد واسع شوية، يقول لك: هل الكل له وجودات ثلاثة؟ نعم، في كل منطقي ده غير الكل في الفلسفة اللي هي المقولات، إنما الكل المنطقي الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض والعرض، أليس كذلك؟ دي كليات الخمس، فهذه كل منطق مفهوم منطق. ويوجد الكل الفلسفي ده أو المعنى العام أو المقولات أو الأمور العامة بالمصطلح الكلامي، فهل لها وجود ذهني؟ والله عند القائلين بالوجود الذهني طبعا لها، لكن المتكلمين القدامى الرافضون للوجود الذهني لا يقولون الا بالوجود الخارجي، ودي لهم فيها كلام، انما الفكره ان في كل منطقي وفي كل عقلي، يسموه كده عقلي، يعني في نظر العقل هو كله وتحته جزئيات. وفي كل طبيعي، يعني اللي بنقول عليه كل ده مفهوم في الذهن بس ولا يوجد في الخارج خارج الأذهان، كما كحالة أنه يتحقق في أحد أفراده، أي يتحقق في فرد في الصنف وفي النوع وفي الفرد الحيوان الناطق. إذن الحيوانية والناطقية معايا، المفهوم الكلي إذا تحقق في الخارج في فرد من أفراده فهو موجود بالطبيعية،
يعني خارج الأزهار، وما في كل منطقة وفي كل عقل وفي كل طبيعة. هذه المسألة تخيلتها أما لسه بس ده مش كلام الله المصدر منه الحق. استولوا إبراهيم وطيروا كمان بتوعنا وكانوا معمودين وفيهم ترابيزة وكراسي وكده عشان لو فيه يعني دروس تحت كتابها وامتحانات. فاستولوا عليها من أرزيون ويا ريت يستولوا عليها بكرامة. لا ساعات يجيبوا أسرهم صرت ويعملوا فيها الدروس بتاع التمويل دي يعني بات كتاب أو يعني لو كتاب ليش افتحوا هنا يكون لأنه كتاب خصوصي. الواحد ساعات بيستكثر انه يقف قدام يعني ناس ضعاف انه يعني مش مستريح. شوفوا سيدي اذا علمت هذا فاعلم ان هذا راي قوي من المناطق وهناك من يناري او ينكر النوع الاخير انه وجود كلي خارج الاذهان وأما مسألة أنه هو في فرد من أفراد الكنيسة لأن إذا وجد في فرد فهو جزئي. الكليات لا تتحقق إلا في الأزهار. هذا كلام كثير يعني تكلموا فيه. إذن القول بأن ما فيش قبل ولا بعد لأن ده مبني على رأي القائلين بوجود الكلي الطبيعي خارج الأزهار وفي خلاف. فهمت أنا؟ شو حال؟ إذا كنت فهمتها مزميلة كارلا من الدكتورة زيك وعضو هيئة التدريس في الأسمرية. عارف الأسمرية؟ في بلد في غرب ليبيا اسمه زلايتين. في واحد مصر اسمه زلايتين مش عارف تبعه. انا قرات هذا الاسم ففيها اقدم يعني مدرسه دينيه تقريبا وكانت اقواها والغاها صاحبنا الله لعمل بما يستحق. فهو جاي معارض منها او يعني اهلا وسهلا. شوف يا سيدي لقد خطر لي ان اشوف القائمه بتاعه الاصول وان نضع مكان المبدا المختلف فيه فكره تقسيم المعلومات. لازم هذه موضوع اتفاق تقسيم المعلوم الى واجب وممكن ومحال وأنها عنوان الرشد ولأن ينبني عليها تطبيقات كثير منها هذا من كلام الحقائق. يعني هي فعلا أصل ولها تطبيقات وكده. فشو ابن الله صيادة يشتغل على نمرة 2 يحط دي محلها. أنا أجيبها لحضرتك المال أنت أخذت الضيف لحاتم هو كان أعطاه لي ولا أدري جاي من بيته أو من المكتبة. فعلى كلا الحالين وده تقراه أنت وتشوف الفكرة. واحد حضر معانا في يمكن عندك كلام عرض على هذا الكلام من قبل هو سعودي يقيم في جدة وبدأ في هذه المسألة يمكن من 10 سنوات واتخذها سبيلا إلى من جهة تأويل القرآن ومن جهة تعليم اللغة العربية. أخذ بالك وعمل دورات كثيرة في مصر بالبيئات يعني. فشوف الكلام ده واحكم عليه. و إذا
كان عندك تليفون بحري استنى كده نص ساعة وما جاش، وقال له انت عندك تليفون؟ اخ علي مش هيسدوه. قال له في اخ هندي اعطاني اوراقا وقال لي اقرا فيها هل هذا يصلح منهج مدرسة دنيا عظيمة. وقعدت الصبح أدور في أوراقي جميعا لم أجد، فاسأل عني لديه الأخ ده وسألني، فكنت أتعد معنا الآخر اللي هات نسخة ثانية معلش، وده تدخل المكتبة يعني، بس هو مفيش نبط ولا حاجة، هو من شهرة أن النبطيين بدون عليهم، لكن أول شعر كده حالة من تيشي على الوزن وده إذا كان هو اللي عندكم ترجعه لي، مش هو زدت اللي عندكم خذوا اللي عندكم في الأبيض ده أو الكلمتين دول على العلامة مش هو خلاص خذوا في النسخة الدنيا. لا بس يا سيدي هعيدها على كل حال، احنا بين ثلاثة قلنا ان من اخر المسائل التي تعرضنا لها وانتهينا منها في الحقيقة هي طيب حاضر نختم به، هي القول بأن يعني الادعاء القائم بأن الوجود مركب وليس بسيطا ولا بديهيا، وأنه يكتسب بالحد الحد ويدرك بالكله إلى آخر دعاوى المدعي، هذا القول ضعيف لأنه مما يعترض فيها عليه، وترى هل هذا التركب واجتماع الكل وتحقق الوجود للمركب، إذا قلنا بأن المركب المركب العقلي كالمركب من جنس الفصل، الجنس يتصف بالوجود والفصل يتصف بالوجود، ثم المركب منهما وهما يتصف بالوجود فيتصف الجزء بوصف الكل قبل تحققه، هذا الاعتراض بل اعتراض واعتراض على دعوى المدعي تركب مفهوم الوجود صح؟ قلنا الكلام ده في الرد عليه مبني على مذهب من المذاهب وهو القول بالكلي الطبيعي حتى يكون بالكلي الذي هو الجنس أو الفصل الذين يتركب منهما الكل وهو أبنائه في حالتنا هذه غير مسلم أو غير متفق عليه، هذا رأي القوم. وأنا قلت للأخ إن في حاجة إحنا ما تعرضناش لها، لم نتعرض لها في الأسبوع الماضي، ولذا أرجو أن تأخذ خط من السطر الأول من صفحة 99 لفوق وتكتب قصاده هذا هو تميز الجنس والفصل، تميز هذا على مذهب القائمين بوجود كلي منطقي وكلي عقلي وكلي طبيعي. الحقيقة كان بيدرس هلا السنة الأولى في الأزهر وكل في فرق أنا أعترف
خصوصا الأخيرة، إذا معناها الآتي: الموجود كلي منطقي، فأنت تعلم أن الكلية عند المناطق يتمثل في الكليات الخمس: جنس وفصل ونوع وخاصة وعربان أو عربان وخاص. ماشي. وهو المعروف بالكليات الخمس، فهذا هو المفهوم المنطقي الذي يعني المناطق من أمر الكلية. لكن هناك الكلي العقلي لدى الفلاسفة والمفكرين، وهو كل المفاهيم، المفاهيم الكلية، فهي أيضا تتحقق في جزئياتنا أو تتضمن جزئياتنا شرف نظر عن تحقق. وهذا هو معنى كلية الجزئية. فالكلي الفلسفي أو الكلي العقلي كمفهوم عقلي مشترك مقبول لدى كل من الفلاسفة المتكلمين، المتكلمين أيضا عندهم ما يسمى بالأمور العامة، والأمور العامة يعني تلك التي تشمل أكثر من واحد من الموجودات. إحنا عرفنا أن الأمور العامة لها تعريفين، أما تلك التي تشمل أكثر من نوع واحد من الأشياء سواء الثلاثة كلهم أو اثنين منهم، فاكر؟ اللي هي ممكن أنواع الموجودات اللي كنا فيها دلوقتي، أو التفسير آخر من الأمور العامة المفاهيم الكل والمطلق، وهذا أوسع. إذن أنا سألتك عن القاعدة النورانية، مش كده؟ أسألك سؤال ثاني وترد علي، تفكر فيه وترد علي النهاردة، اللي هو في الأول اللي قلت لك عن القوة دي. فإذا ولكن هناك من طائفة من العلماء ما يسمى بالكلي الطبيعي، أي أن للكلي وجودا حين يتحقق في بعض أفراده. فالكلي بمعنى الحيوان موجودة في البني آدم، وهو نوع، وموجودة في إبراهيم وهو فرد. وإذا كان هناك بين ما يسمى بالصنف أو مجموعة تتوسط ما بين النوع والفرد، فهو لا يتحقق فيها. إذا من يلحظ ذلك، هذا معنى الكل الطبيعي، يعني كل موجود خارج الأجزاء. الموجود خارج الأجزاء يعني في عالم الحوادث، يعني في الطبيعة. ولهذا الكلام تفسير غريب، لكن كفاية كده دلوقتي. هناك كل منطقي هو المعروف المدخل، هناك كل عقل وهو المفاهيم الكلية التي تتحقق أو تتضمن جزئيات لها ولكن تتحقق من فيها كلام، والكل الطبيعي أي الكل عندما يتحقق أو يوجد خارج الإنسان ويتمثل في بعض أنواعه أو أفراده أو أصنافه. أنواعه برضه بأنه الحياة عند بني آدم، وهو كل يتحقق في كل صفور كانت الحياة. ماشي. ولذلك رجعنا إلى هذه النقطة لكي نذكركم بهذا المذهب القائل بوجود نوع ثالث من الكليات اسمه الكلية الطبيعية. وأنا اعترفت بأخذها وكنا نراها في الأزهر وقدمها لنا
بس لكم ايش مفهوم بالضبط لعلكم ادركتموه الان. هذا مبني على تباعد الجنس والفصل في الخارج طبيعي خارج الأزواج يعني في عالم الأحداث يعني في عالم الطبيعة مع اشتراعات فكرة الميكانيكا أن كل شيء يقع فيها فهو بإرادة إرادة المختار القديم صح؟ أنت معنا ولا لا يا أخ؟ إذا توقفت في شيء فاسأل عنه على تناوب الجنس وإن هنا فوقها نكتب على مذهب القائلين بوجود أنا كنت كاتب له في جنس منطقي إنما الأحسن بوجود كلي منطقي وكلي عقلي وكلي طبيعي أنا قلت جنس فيها كلها يعني كمثال ما هو الجوهر الجنس الأعلى الناطق مناطق بتبعين فاصل شكرك ما هو الجنس ما هو كل ما هو الوجودات الثلاث عند أصحاب هذا المذهب فقط على تباعد الجنس والفصل في الخارج وتقدمهما بالوجود على النوع فيه مرة ثانية أي في الخارج قائلين بتمايز الجنس والفصل في الخارج يعني بقى في كل طبيعي بالإضافة إلى الكلين متفق عليه وهو كل منطقي وكل عقل على تمايز الجنس والفصل في الخارج وتقدمهما يعني وترى المصاعب يعني لما يبقى بني آدم الحيوانية اللي فيه هي الحيوانية اللي قبل كده اللي موجودة في الجنس والحيوانية اللي في السمكة غير حيوانية كلام فإذا مبني على أكثر من إيه قاعدة مختلف فيها تمايز الجنس والفصل في الخارج أي القول بوجود طبيعي للكلين وهو مختلف فيه وعلى تقدمهما بالوجود على النوع ربما لا وجود لهما إلا عندما يتحققان في نوع أو فرد أو صنف بالوجود على النوع فيه أي في الوجود الخارجي في الخارج لأن الحد في المشهور إنما يتوقف على التركيب أو التركب من الجنس والفصل وأنا كنت مزود هنا أن تفكرين وهو من الكليات الخمس التي وجودها ذهني أو يعني ليس وجود الخارجي لأن المدينة مرقبة متفقة وهما وجود الأزهر عند من يقبل من وجود الذهن يعني الحقيقة النوعين من هذا الوجود للكل مختلفهم الوجود الذهني اللي هو يلحق المفاهيم والوجود الطبيعي عند القائلين يعني التحقق في فرده يعني بس اللي هي مقبوله اللي في كل منطقي ايش ما يكون تعبير جنس وفصل يعني ما حدش يقدر يمكن ان كلمه جوهر اوسع شويه من كلمه حي أو كلمة معدن يدخل شيء وكلمة حي يدخل فيها السمكة والحيوان الناطق والحيوان غير يعني إذا هناك كليات منطقية ولو يعني على سبيل التمييز بينها في العقل خلاص دي مسألة مقبولة لكن إن في كل يوجد في الأزهار فذلك لدى من يقول بوجود الزهر وإن في كل يوجد في الطبيعة عندما يتحقق في أحد أفراده هذا عندما يقول بوجود الكل الطبيعي وقد عرفنا
فدون ذلك خلافات كثيرة يعني مبنية على وجهات نظر، ما قول كفر من يقول كذا ماشي. يعرف لبا لأن من الأجزاء الخارجية المتمايزة الوجود، للأسف لا من الأجزاء الخارجية المفهوم وليس من الأجزاء الخارجية الحياة والتفكر الموجود والمتحقق في فرد من الأفراد أو خلافه. اللي في الفرد ده ما الله أعلم هو كل والمشكول، إنما هو كل باعتباره إنه أبي، إنه هو مفهوم واسع يشمل الفرد وغيره. أنتوا معنا حضرتكم. فإذا إذا قلت بتركب الوجود بناء على فكرة ده فدونها مشاكل كثير. أدي الرد كلامك هذا لدى من يقول بالوجود الذهني فقط وفي خلاف، ولدى من يقول بالكلي الطبيعي، وشيخ مروان تشرح حاله ان عندنا ثلاث حاجات مدانا بأعترف هناك قرأتها في المنطق العلوي الشيخ علي بن أبي حميد وما فهمتهاش ايامها، ما فهمتهاش، انما دلوقتي عرفت ان ما يتحقق الكل في احد افراده يبقى اصبح الوجود خارج الاذهان في عالم الاكوان في عالم الاحداث. في الطبيعه اذا استثنينا فكره الميكانيكا انها تحدث باراده القديم المختار. الان خلصت امتحانات انا ما عندك امتحان تروح تذاكر؟ لا ما عنديش امتحان مولانا. عندك اهلا بك وحضرتك كمان خلصت امتحانات؟ انا في الماجستير. لان الحد في المشهور انما يتوقف على ذلك اللي موجود في المخ بس مش الموجود بره، على التركيب من الجنس والفصل يعني الحقيقة على الكل المنطق وحتى مش العقل. لأن من الأجزاء الخارجية المتمايزة الوجود، لا أسف برضو تاني مرة بغلط، لا من الأجزاء الخارجية المتمايزة الوجود في الخارج يعني اللي لها وجود طبيعي، لا. إذن استدلالك مش ماشي. إيش تقول؟ إنه عناصره التي تركب منها لها وجود وهو الوجود اتصف الجزء بوصف الكل، لا. إذ نحن لا نقبل بفكرة الكل الطبيعي، حتى لو كان في كل طبيعي مش هو ده اللي بيتركب منه النوع. ماشي؟ صعبة شوية على قوم متأخرين، إنما أنا كررتها مرتين مش هكرر تاني. وهو أي تمايز الجنس والفصل في الخارج، أي عندما يتحقق في فرد من أفراده ويكون له وجود طبيعي خارج الأذهان. ماشي؟ وهو أي تمايز الجنس والفصل في الخارج وتقدمهما بالوجود على النوع فيه، فيه يعني في الخارج مش في المخ، ممنوع. لسنا ممن يقول بذلك، وليست هذه مسألة اتفاقية. أهلا يا مرحب. هذا التمايز بين الجنس والفصل في الخارج وتقدمه بوصف الوجود على النوع في الخارج هذا ممنوع، بل التمايز بينهما في الوجود وتقدمهما على الفرع ويقصد النوعي. وأغلب الظن إنها غلطة مطبعية، لكن ممكن تفهمها على كلمة الفرع برضه، إن الكل تحته جزئيات وأفرع زي بعض. وإن كنت أظن أنها هي كلمة النوع، تقدمهما على الفرع بحسبه. وكلمة فرع ما تشمل إيه؟ تشمل الصنف والفرد، ما كله متفرعات. بحسبه
بحسب المعنى الذهني بهذه الوقت، مش بحسب الوجود الخارجي. إنما يتقدمان عليك مفهومين فقط، مش كمتحققين في الخارج. يتحقق زي ولسه ما جاش أحد أفرعهما أو أفرادهما. واضح يعني رد حاسم حقيقة. لكن عند اللي حضر من أول اليوم، فهم؟ إذا غيب فهناك من يغيب ويفهم، أو ينام ويفهم. قالوا كده عن بعض المشايخ، إنه كان بيجي ويتلفف بتاع كده وينعس وينام، وبعدين يقوم يحكي درس الشيخ كامل. والله قالوا كده عن هنا، أنا ما أعرفش يعني، دي ظواهر الله أعلم أو حالات يعني، زي حالة القطة اللي قلت لكم عليها. ليس عندي تفسير. وهو أي تمايز الجنس والفصل اللي تركب منهم النوع في الخارج، وتقدمهما على الوجود بالوجود على النوع فيه أي في الخارج، هذا ممنوع. ده الخبر وهو المبتدأ. بل التمايز بينهما في الوجود وتقدمهما، نعم كما فهم، على الفرع أو على النوع هو بحسبه، إنما هو في الذهن بحسب الوجود يعني. تقدمهما إنما هو في الذهن لا في الخارج، فليس هناك كلي طبيعي. طب هعيدها ثالث مرة عشان الأخت دهي، بس ما تتأخرش تاني، ما دام ناوية تيجي تيجي في المعاد. قلنا هناك مسألة ترد عادة في كتب المنطق، هل هناك ثلاث مفاهيم للكلي مش الكل؟ بمعنى أن هناك كليا منطقية، فأي واحد بيدرس علم المنطق يعرف أن في حاجة اسمها الكليات الخمس، خمس مفاهيم: الجنس والفصل والخاصة والنوع والخاصة والعرض عام، أو العرض عام والخاص يستوي، هما الاثنين عرض، بس في واحد عرض خاص والثاني عرض عام. عرض خاص زي مثلا الكتابة للبني آدم، وعام زي المشي، هو بيمشي وغيره بيمشي، ومنهم من يمشي على بطنه. فالمشي مش معناه كده، وإنما المشي التحرك للأمام بهذا المعنى. طيب ده مفهوم منطقي، يبقى في كل منطقي وفي كل عقلي. قلنا المفاهيم الكلية، كل المفاهيم وما يسمى عالم المفاهيم أو عالم الأفكار عند سويه، عارفه ابن نبي، ملك عالم الأشخاص، عالم الأشياء، عالم الأفكار. فعالم الأفكار ده عالم، لكن وجود ذهني في العقل فقط عند القائلين بالوجود الذهني. يعني المتقدمين الأول ما كانش عندهم حاجة إلا الوجود الخارجي هو اللي بيعترفوا به، اللي اسمه الوجود الأصلي. أما ما سواه فوجود ظلي، يعني هو مجرد تبع أو أثر للوجود الأصلي، لكن ما هوش وجود بالمعنى الكامل. وثالث كل منطقي وكل عقلي مفاهيم. وثالث وهو الكل الطبيعي، أي المفهوم الكلي ككلمة حياة أو نطق وتفكير، عندما يتحقق في أحد أفراده في الخارج ما توجده في الطبيعة. فهمنا؟ فهناك أكرر بتبصولي كده، كلمة حيوان ناطق، مش الحياة دي مفهوم كلي؟ والناطقية يعني القدرة على التفكير، مش دي مفهوم كلي؟ هذه المفاهيم الكلية من الواضح أو من المسلم الآن لدى المتأخرين المتكلمين من أول الغزالي لحد النهاردة،
أن لها وجود ذهني عقلي ماشي، لكن عندما توجد أنت أيها البني آدم تخلق ويوجد فيك الناطقية دي وهي القدرة على التفكير، مش يبقى الكل ده تحقق في الطبيعة في عالم الأكوان في الأحداث؟ نعم، نحن نسلم بأن كل الأكوان والأحداث والوقائع تستند إلى قدرة المريد المختار القديم. نعم، فدعنا من حكاية الميكانيكا والإرادة، إنما التحقق في الحصول أهو أصبح في دماغك حاجة اسمها ناطقية، أو في كيانك وفي حيوية في حياة أو ما فيش. فهؤلاء الفريق من المفكرين يقولون للكلي، أكرر للمرة الأخيرة، المفهوم الكلي له ثلاث أنواع أو أقسام: كلي منطقي وهو المعروف بالكليات الخمس في علم المنطق، وكلي عقلي وهو المفاهيم الكلية لدى كل العلماء في الدنيا والمفكرين، وكلي منطقي وهو هذا المفهوم العام الذهني عندما يتحقق في فرد من أفراده في عالم الطبيعة فقد وجد بالفعل خارج الأزال. عشان كده مالك قرر فيه يعني بره المخ بره الذهن. أظن شرحنا وجهة نظر هؤلاء، لكن نحن لا نوافقه، لأن اللي كان موجود فيك الحياة اللي موجودة فيك وتركب منها النوع اللي هو أنت يا بني آدم، الحياة والنطق اللي كانوا قبلك واخد بالك ما تواجدش في الطبيعة إلا بعد أنت ما جيت، وهم حاجتين مش كده، حيوان وناطق. إذن اللي موجود قبلك كان ذهني بس ما كانش طبيعي، إنما صار طبيعيا لما جيت أنت. واضح ولا مش واضح؟ اللي مش فاهم يقول أنا مش فاهم. هل فهم؟ نعم، إن الناطقية موجودة فيك. حد منكم جاي لأول مرة؟ أول مرة تيجي؟ أنت اللي هتشرب اليابسون ده، اقتسموا ما دام أنتوا اتنين جدال بس. ماشي، شوية كده لما يهدى ادهوله بس. هذه الحكاية كلها لكن فيها فايدة جديدة، وكتبنا، أنت ما كنتش هنا، أول سطر الصفحة 99 عند كلمة التمايز الجنسي. عشان كده أنا كتبت على مذهب القائلين بوجود جنس، وبين قوسين كده كلي منطقي وكلي عقلي وكلي طبيعي. وأظن دلوقتي فهمنا بقى إيه، ما كناش فاهمين بالكامل. كنت فاهم صحيح في كل منطقي وكل عقلي، لكن كل طبيعي إزاي؟ ما كنتش فاهم. أي في ضمن فرد من أفراده، قد يكون هذا صحيحا لكن لا ينفعهم، لأن الكل اللي موجود والسابق بالوجود على المركب منه ومن غيره، ذلك الكل ما كانش له وجود طبيعي، لم يكن له وجود طبيعي، كان مجرد مفهوم، إنما صار موجودا في الخارج عندما جاء الكل. إذن لم يسبقه حكاية قبل أو مع أو بعد، دي تساؤل لا محل له. أنت فهمت يا شيخ الأسمرية؟ أنفع أروح عندكم وأدي درس؟ واحد ساعة تشرف في سنة إن شاء الله، أرجو أن يحيين الله لذلك. مرة قالوا لي روح فاس، قلت لهم ما أقدرش أروح أدرس في الله، وفعلا اتلغت الرحلة لسبب آخر. أنا بتجرأ وأروح لازر، إنما أروح فاس
واللي بنوها أجداد الشيخ أحمد الطيب جده هو الذي بناه. وعلى التركيب ماشي هذا ممنوع. ليه؟ لأن التمايز في الوجود وتقدمهما بالوجود على الفرع أو على النوع إن شئت صح الاثنين بحسبه أي بحسب الوجود إنما هو في الذهن وليس في الطبيعة. ما فيش كل طبيعي عندنا. فهمتني بقى؟ وقرا شوية عند الشيخ السالبوتي سيوضح لك أكثر. قوله اللي هي قوله الثانية لأن الحد إلى آخره تعليل للبناء المذكور وفيه دفع لمنع البناء على التمايز المذكور أي الخارجي. اقرا هي صعبة شوية عايزة واحد يعني يحط مخه فيها ومش وقته. أنا فهمتها في البيت ونسيتها ثاني. شوف يا سيدي إنما هو في الذهن إنما يعني معناها اللي جاي ده دون الخارجي يعني إنما طبعا فيها قصر يعني فيها حكمين حكم على حاجة ومش حاجة. واضح الكلام؟ في حاجة اسمه اسلوب القصر يعني إنما الشاعر المتنبي فده يفيد إيه؟ وصف المتنبي بالشاعرية صح؟ ونفيها عن غيره ماشي؟ ولو ادعاء مش حقيقة. ما هو في قصر ادعائي وقصر حقيقي. قصر حقيقي لا إله إلا الله لكن قصر الدعاء لا شاعر إلا شوقي عشان أنا معجب به صح؟ يبقى القصر بيفيد تقريبا حاجتين حصر الحكم في المراد وإلغاءه في ما سواه. عشان كده قال في الذهن دون الخارجي صفحة 100 معانا أدي احنا جينا المية كما سيأتي لأنه هيتعرض الموضوع ده هو ويتعرض له بدقة. ويقول لك طيب عشان تحضروا مخكم وتفهموا المسألة وتتعمقوا شوية. طيب أنت بتقول لي لا وجود له في الطبيعة المسائل الكلية التي تتركب منها العلوم هذه اللي جبتها لكم اهي مش كنت عايز اخش فيها. المسائل الكلية مش العلم مركب من مسائل؟ فاعلم مباني كل فن عاشرة الحد هو الموضوع ثم الثمرة وفضله شرف العلم ونسبة علاقة بالعلوم الأخرى والواقع والواضع اللي هو واضع العلم والاسم اسم العلم الاستمداد بياخذ منين؟ حكم الشارع مسائل. إذن هناك قضايا وأحكام تتكون منها العلوم كقولنا القياس قول مركب من قضيتي يتركب منهما لذاته أو مش عارف إيه قولنا صح أو يستنتج أو يتولد أو طيب مش انت الساقي ساقي القوم آخرهم شربا. والله حضرت مرة الله يرحمه كان بيعمل جلسة أسبوعية الشيخ سستزان في ال قالوا لي بلاش تستقيم من اتحاد الصوفية سكت سيضرونه لا شيء يذهب. المواقف هي التي عارف الجدع اللي اسمه سارتر هم
عندهم كده بيتجوزوا من غير اللي هو عندي لا غير مقبول. هو صاحبته اسمها ايه ده؟ انتوا بتقعد الفرنسية، انتوا جزء من الفرنكوفونية. بالمناسبة فيه اتجاه في دولة تشاد من بركات ليبيا دي لتبني اللغة العربية لغة رسمية، وده لو حصل يعني يبقى نكبة على فرنسا. منذ سنتين هو معروض على جامعة الدول. هو احنا هنعمل مجمع هناك، والشيخ احمد هينشئ معهد باللغة العربية هناك ان شاء الله. فاذا كنا قد يعني انكمشنا جنوب السودان والعراق، لم تعد اللغة العربية لغة رسمية للعراق، بل هي والكردية. حتى المجمع غير روسي من مجمع اللغة العربية إلى مجمع اللغة العلمي. فهو ربنا بيعمل من هنا يفتح من هنا، زي سقوط الأندلس فتحت قسطنطينية. اهلا وسهلا، ازيك؟ انت بتفكرني بالشيخ عبد المجيد، قلت لك قبل كده ما تسال عنه. كان يذيع بالارديه في الاذاعه المصريه، ويسكن في مصر الجديده او مدينه نصر. كان زمان ساكن، عارف مكتبه الكياني؟ ده ساكن يا مولانا قصادها على طول. ساكن يا مولانا دلوقتي عند ال تعرفه؟ عند انت هتعمل زي الشيخ عبد الرحمن حسن، ما اقولش على واحد الا بقول اللي مش عارف يعرف. خدت الخاصيه دي منه؟ ساكن عند الشيخ رمضان الحسنين جمعه في خبر مجيد؟ نعم، بجواره. سلم لي عليه وقول له حسن بيعتب عليك. أنا كنت بزوره أنا ومراتي كمان، مش أنا لوحدي، لما كان في باب اللؤلؤ. يوم يروح كده ينقطع عنا. شوف يا سيدي كم سيأتي تحقيقه، يعني يقول لك الحكة عشان تتهيأ ذهنيا. مش أنتم معترفين بأن العلوم، كل العلوم تتكون من مبادئ، ومن هذه المبادئ يعني هذه عناصر تتركب منها المسائل، والمسائل دي عبارة عن قضايا كلية، زي كل قضيتين مش عارف قياس اللي قلنا عليه ده مركب من قضيتين شأنه الذاتي ما كذا. لما تتحقق هذه المسائل في الأذهان، مسائل العلوم نفسها مش فكرة كلي، مسائل العلوم نفسها اللي تتركب منها العلوم، واللي انت ما تعرفش العلم معرفة بالكون إلا بعد ما تجمع المسائل دي في مخك. هي عندئذ موجودة في الطبيعة ولا موجودة في الذهن؟ الذهن يا خد بالك، مش كلمة مفهوم كلي وجزئي، لا، دي مسائل هي اتطبعت أو وجدت بوجه ما، وانت معترف بالوجود الذهني. يا ترى ده وجود خارجي ولا ايه؟ تفرق. ادي التعمق في البحث وسياتي. ماشي، انا حبيت انه بس اقول العنوان يعني، او اطرح الفكره واسيبها تشغل في دماغكم ولا ادري الاجابه، إنما هو اتكلم عنها فيما بعد قليل ستأتي. كما سيأتي تحقيقه، أو نختاره، مش أنت خيرتنا هناك وقلت يا إما يا إما، طيب، أو نختاره أن أجزاء الوجود اللي بيتكون منها الكل، وهي تتصل بالوجود والكل يتصل بالوجود لا اعتراض، ان اجزاء الوجود غير موجود، تتصف بالمعدوم مش بالعدم،
ما نقدرش نقول نصفها بالعدم لأنها موجودة. إنما أما أقول أجزاء الوجود أو أجزاء الكلي موجودة ما فيش خطر، والكلي موجود. إمتى يجي الكلام؟ لأن أنا قلت موجودة يعني أقدر أقول معدومة إذا لم توجد. فأما أقول أجزاء الكلي موجودة حتى قبل مجيئه كعناصر، أو الأجزاء الكلي من حيث هي أجزاء في الكل معدومة، صح؟ كلاهما صحيح، يعني وجودهم الذاتي متحقق، تمام؟ بحسبه، إن كان خارجي خارجي، إن كان ذهني ذهني، زي كلمة حيوانية ناطقية مش موجودة إلا في الأذهان. لكن لو نظرت إليها من حيث هي داخلة في تركيب كلي ما، فأقدر أقول إن هذه الأجزاء معدومة، لأن الوجود اللي لها واللي به سبقت الكون ليس هو وجودها داخل الكون، صح؟ شغل مخك، أنت فاهمة يا أختي؟ إذا فهمتي أنت هاعتبر إن الاثنين دول فاهمين. التوارد ليس على محل واحد. التوارد ليس على محل واحد. هو كده. يعني تحكمها. فبيقول نختار من تخيرت ان انا كنت، يعني اذا اتصفت بالوجود تبادل، واذا كانت اعدام يبقى الوجود يتركب من عدمات، يكون الوجود محض عدمات، يعني يتركب من نقيضه. هذا الاعتراض، يقول له لا، حكايه المشتق سنختار ان اجزاء الوجود دي مش موجوده، ليست بموجوده، ولكن هي تصب بالمعدومية أو الموجودية مش بالعدم. التناقض من لو قلت الوجود عدم تركبش، لأن فيها انقلاب الحقائق. عندئذ لا يفترق المعبود عن العبد، ولا يفترق القديم عن الحادث، خلاص كله يخش ببعض. مفهوم الكلام؟ هذا معنى انقلاب الحقائق. كلام الحقائق يعني الإله يبقى زي الشريك، الباري مثل شريك الباري، يمشي يفسد كل شيء لو كان في مالته إلا الله لفسدته، يعني تفسد الأذهان ويفسد الواقع باختلاط الحقائق بعضها ببعض. واضح يا سادة؟ نخيل مش واضح. أي أصل إخواننا دول من الهدوء بحيث حتى لا يبدو على وجوههم ما يمكن أن يقرأه المدرس، وده زي يوم النهاردة مش عارف هو زعلان ليه، هذا دمشقي مع أنه يعني أصابته عدوى مصرية ويعني مستوفى زيادة، فإيه اللي خلاه هادي كده النهاردة مش عارف. أو نختاره أنه أي أجزاء الوجود تتصل بالمعدومية، لأنها معدومة، لأن الوجود اللي كان لها غير وجودها لما تركب منها، أي بمفهوم المعدوم مش بالعدم، المعدوم حاجة والعدم حاجة، ولا يكون الوجود حينئذ محض العدمات، محض معدومات، هي كانت موجودة لكن بوصفها أجزاء وعناصر، لكن لما دخلت فيه خدت وجود آخر وانتهى. يا مولانا وجود الأولان هو مركب من معدومات، إيه المانع يعني؟ بس مش من عدمات، لأنه يعني هو ده اللي بيجيب التناقض، صح؟ فلا يلزم إلا كون الوجود مركبا من أجزاء متصفة بنقيضه. الأجزاء ده هي موصوفة، يعني مش هي عدمات، معدومة
موصوفة بالنقيض اللي هو العدم، فنقول عليها معدومة، صح؟ وهذا لا شيء فيه، كون الشيء مركب من عناصر متصفة بنقيضه، ده هو ده الواقع في كل المركبات زي ما قلنا. فاكرة الدار الحائط الشمالي جزء منه، وكذلك الحيطان الأربعة، لكن هل كل حائط منها دار؟ السقف الواحد دار؟ لا. العاشرة لا تتركب إلا من الوحدات التسعة زائد واحد، لكن الاثنين أو الثلاثة عشرة، ما إنه لابد منها في العشرة، صح؟ نعم، هو مركبا معدوما، وكل المركبات كده، لكن هذا لا شيء فيه، إنما التناقض أن تقول الوجود عدم أو الوجود محض عدما، صح؟